وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن إن شاء الله في هذا الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفي طريقه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وما هو الجزاء؟ قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، حتى إذا عطش المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو أمر هين وسهل ويسير يتعرض له المجاهدون والمطاردون والخائفون من المؤمنين مرات ومرات ومرات ومرات، وفي كل ذلك ثواب من الله سبحانه وتعالى. وحتى النصب، التعب، عندما تجاهد وتتعب فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ذلك. ولا مخمصة، أي مشكلة أو صعوبة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة، النصر موجود أمامنا، النصر موجود أمامنا في كل حركة من حركاتنا، في كل خطوة من خطواتنا. يكفي أننا بعين الله سبحانه وتعالى، يكفي أنكم في ضيافة الله سبحانه وتعالى، يكفي أنكم في طريق الله سبحانه وتعالى. لكن هناك من ينتظركم ويستبشر بقدومكم ويستبشر بإنجازاتكم ويستبشر بأعمالكم، أولئك هم الشهداء الذين سبقونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. النصر موجود، وأكبر هذا النصر الشهادة، وأكبر هذا النصر الشهادة. يتمنى الإنسان أن يلاقي الله عز وجل خالصا مخلصا طاهرا مطهرا، ليس عليه من التبعات والذنوب شيئا. ومن أعظم من الشهداء؟ ومن أكبر في هذا من الشهداء؟ علينا من الخطايا الكثير، من الآثام، لكن عندما يستشهد المرء في سبيل الله سبحانه وتعالى فإنه يتجاوز الحساب ويتجاوز العقبات ويتجاوز حتى بعض التكليفات الدنيوية. أنا وأنت نحتاج أن نغسل، الشهيد لا يغسل، دمه يكفيه. نعم، وأكبر هذا النصر هو الشهادة. وعندما يصل الإنسان منا إلى هذه المرتبة العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل عمله من أكبر أعمال البر، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله عز وجل، فليس فوقه بر، فليس فوقه بر. نحن في مسيرة ظافرة، نحن في البحرين إلى الآن قدمنا قرابة 170 شهيد، هؤلاء يواجهون التحديات التي تكبر في حياتنا وتصعد في حياتنا وتصعب علينا جميعا، لتسهلها أمامنا، لتيسرها أمامنا، لتجعل
أولئك الناس الذين من الصعوبة أن تقنعهم بضرورة الجهاد، بضرورة المقاومة، بضرورة العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، تجدهم بالآلاف يتطوعون وبإرادتهم يأتون إلى هذا الطريق. وما أكبر من هذه من نعمة. لكن مسؤوليتنا نحن أيضا تكبر. في انتفاضة التسعينات قدمنا 48 شهيد، ويا ليت صبرنا شوية يمكن يوصل الشهداء إلى 60-70 بالزايد. وقفنا في مكان ما، من جديد الآن ندفع 170، وما ندري بعدين شقد ندفع إذا لم نتحمل دورنا بكل أمانة. نحن في ضيافة الله وفي طريق الله، وكل ما نقوم به إن شاء الله وكل ما تقومون به إن شاء الله هو بعين الله سبحانه وتعالى، فلا نخاف دركا ولا نخشى، لأننا في طريق الله وفي سبيل الله. وعلي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، علي الأكبر، يقول: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. نحن في مسيرة ظافرة، مسيرة حق بدأها الأنبياء والرسل من لدن آدم، من لدن أبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وحتى تسلم الراية إلى صاحب الأمر، قائد المسيرة، إمام زماننا وإمام عصرنا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن في مسيرة ظافرة مؤيدة من قبل الله سبحانه وتعالى، وكلما تحملنا أدوارنا وتحملنا مسؤولياتنا، كلما استبشر الشهداء بنا وانتظرونا، وكلما سهلنا الطريق أمام الأجيال القادمة. ليس لنا في هذه الحياة إلا طريق واحد، أن نعمل من أجل أن نمهد الطريق للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يأتي ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. لسنا في انتكاسة، نحن لسنا في تراجع، نحن في يوم من الأيام فئة قليلة تطالب بإسقاط هذا النظام الظالم الجائر المتجاوز لكل الأعراف الإنسانية. اليوم معظم أبناء شعب البحرين يطالبون بإسقاط هذه العائلة الفاسدة، وغدا سيزداد المطالبون، لأن الطريق واضح أمامنا. نحن في يوم من الأيام فئة قليلة، اليوم ما شاء الله نحن فئة كثيرة، نسلي بعضنا بعضا في كل موقع من مواقع الجهاد في الخارج. فنحن في البحرين إمبراطورية لا تغيب عن معارضتها الشمس، من نيوزيلندا شرقا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفيقاتها من الدول غربا، نتواجد على كل بقاع الأرض أو على أغلب بقاع الأرض، رغم أننا دولة صغيرة. في يوم من الأيام كنا فئة قليلة، اليوم نحن فئة كبيرة جدا. وكل ما عمل طاغوت بما يغضب الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد ثبات هذا الشعب وتوجهه إلى أهدافه الحقيقية. نحن مقاومة فعلا وواقعا في كل خطوة من خطواتنا، في كل كلمة من كلماتنا، في كل موقف من مواقفنا. نحن مقاومة للظلم أينما كان، نحن مقاومة للفساد والانحراف أينما كان، ونحن مقاومة للطغاة والظالمين أينما كانوا،
وكل شرائع السماء وكل دساتير الأرض تبيح لنا المقاومة وتجيز لنا المقاومة بكل ما نستطيع عندما يعمل فينا عدونا بالظلم ويستجلب المرتزقة من كل أصقاع العالم. ولا شريعة تجيز له ذلك، نحن قرآننا يجيز لنا ذلك، شرعنا يجيز لنا ذلك، إنسانيتنا تجيز لنا ذلك. نحن مقاومة فعلا وواقعا، وما لم نجاهر بهذا المفهوم وما لم نجاهر بهذا الحق فسنبقى ضعفاء. لا يوجد في العالم من ينكر على الإنسان أن يرد الباطل عن نفسه، يدافع عن نفسه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذه الإجازة تكفي، هذه الإجازة تكفي وتلقم كل من يرفع عقيرته حجرا. نحن نتبع الله سبحانه وتعالى، لا نخجل، لا نخاف، يجب أن نكون كذلك. الشهداء أمانة في أعناقنا وينتظرون ويستبشرون بمواقفنا وإنجازاتنا، فإذا تخلينا عنهم وإذا جلسنا وخنا أمانتهم فإننا لا نستحق هذه المكانة ولا نستحق هذا الاستبشار الذي يدخرونه لنا. الله سبحانه وتعالى اختارهم، والله سبحانه وتعالى وفقهم، فعبدوا لنا الطريق، فماذا علينا أن نقوم به وماذا نحن فاعلون من أجلهم؟ الله سبحانه وتعالى لو يشاء لأسلم من في الأرض جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نكون عبادا أحرار، عبادا عظماء، يدخر لنا نعمه وجنانه الواسعة، فهل نكون أو لا نكون؟ في محضر الشهيدين العزيزين العظيمين، الشهيد علي فيصل والشهيد السيد محمود، نتذكر أمانتنا، نتذكر طريقنا، نتذكر المسؤولية الكبرى التي يجب أن نتحملها، ولا نخاف شيئا. خط المقاومة في البحرين ابتدأ ليس من اليوم، بل مع كل مؤمن مجاهد آمن بأنه لا يريد التعايش مع الفساد، لا يريد التعايش مع الباطل، لا يريد التعايش مع الطغيان والتجبر. نريد أمة مسلمة مؤمنة متحابة، أخوان متساوون في كل شيء. عندما لا يكون هذا الواقع فإن معنا إجازة من رب العالمين عز وجل لنواجه هذا الخطر بكل ما نستطيع، وليس وراءنا ما نخاف منه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يأذن لنا فإنه يحفظ لنا هذا الحق وهذا الإذن. هذه السلطة الغاشمة وصلت إلى طريق لا يمكن بأي حال من الأحوال التعايش معها، وباتت أيامها معدودة، وباتت أيامها معدودة. وبالأمس سماحة الإمام الخامنائي من جديد، وغير تذكيره السابق في بداية الثورة بمظلومية شعب البحرين، يذكر من جديد بهذه المظلومية، ويؤكد من جديد
أن إيران على استعداد للمساعدة بما تستطيع من أجل رفع ظلامة شعب اليمن وشعب البحرين وشعب فلسطين، وهذا هو المطلوب من جميع المؤمنين في العالم. وأكد على ذلك سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله تعالى عندما ذكر شعب البحرين ومظلومية شعب البحرين، وبشرهم أيضا وذكرهم بوجوب الاستمرار فيما هم عليه، وبشرهم بالنصر وهو قريب. دماء الشهداء تعمر الأرض، ولا يوجد في الحديث الشريف ما بني مسجد إلا على دم قطر على قطرة دم شهيد. فهؤلاء يعبدون الطريق لنا ويعمرون الأرض لنا، لكن لنتحمل مسؤوليتنا نحن ولنكون أهلا لتلك المسؤولية وللاستبشار الذي ينتظرنا من قبلهم ومن قبل الشهداء جميعا من لدن هابيل وإلى قيام يوم الساعة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن ينصر شعبنا على ظالميه، ليس فقط آل خليفة وليس فقط آل سعود، بل كل الدول التي تقليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في محضر الشهداء وفي ذكرى الشهادة، لا يملك المرء إلا أن يغبط من مضى في هذا الطريق على هذه النعمة الإلهية الكبرى التي تلقوها من الله سبحانه وتعالى. الريف حفلنا بدأ هذا الحفل بالآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما يزداد الظلم وعندما تكثر المعاصي، يختار الله سبحانه وتعالى من عباده شهداء يحارب بهم الفساد ويتخذهم موضعا لكرامته، ويجعلهم نبراسا لمن يأتي بعدهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. مكانة الشهادة مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تعطى لأي شخص يتمنى، لكن الله سبحانه وتعالى يتخذ من عباده شهداء ليجعلهم أهل الكرامة وموضع الحفاوة والتقدير، ويجعل منهم المفاتيح التي
يفتح بها الأبواب الموصدة التي عز فتحها والتي عجز الناس أن يفتحوها والتي يرى الناس أمامها أن هناك أفقا مسدودا. لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى أفق مسدود، ولا يوجد أمر مستحيل، ولا شيء لا يكون، لكن أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فيتخذ منا شهداء لكي يكونوا هم الذين يفتحون الطريق لمن خلفهم، هم الذين يعبدون الطريق للإعمار، هم الذين يبدأون المسيرة الإلهية الربانية، هم فرحون بما آتاهم الله من فضله، ولكن ويستبشرون بالذين من خلفهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أنتم وكل أبناء شعبنا وكل أبناء أمتنا الذين يسيرون على هذا الطريق، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الرسالة لنا جميعا، نحن لكي نتعرف على مسؤولياتنا أكثر، ولكي نعرف أن وراءنا مسؤولية كبيرة وثقيلة جدا. هؤلاء مضوا إلى سبيل ربهم وقد وافاهم بما يستحقون، إلى درجة أن إمامنا العظيم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وقف على جسد ولده علي الأكبر عليه السلام في اليوم العاشر من المحرم يقول: أما أنت فقد استرحت من الدنيا وهمها وغمها وبقى أبوك. الشهداء استراحوا من الدنيا وهمها وغمها، لكن بقينا نحن، بقينا نحن نحمل هذه الراية، بقينا نحن نحمل هذه المسؤولية، بقينا نحن نحمل هم مقارعة الفساد والطغيان، لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يصلح الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى كتب أن ينتصر المؤمنون، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقوم بهذه المهمة عن الناس، وإلا باستطاعة رب العالمين رب العزة والجلال أن يجعل الناس أمة واحدة، أن يهدي الناس جميعا، أن يجعل كل هذه الأرض مهد صلاح، لكن الله سبحانه وتعالى يريد لنا نحن أن نحمل هذه الراية ونتشرف بذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن يبتلينا نحن، يحملنا مسؤولية نحن، يجعل أمامنا الطريق عامرا مفتوحا. أنتم أيها الإخوة تحسدون وتغبطون لأن الله سبحانه وتعالى اختار لكم موقعا مهما، أنتم من حملتم راية الجهاد جعل في أنفاسكم تسبيح، جعل في نومكم عبادة كما في الصيام، وجعل في كل خطوة من خطواتكم ثواب. يقول الله سبحانه وتعالى: قف تدعم هذه الحكومات
الفاسدة المستبدة، ونصرنا مؤكد ومحتم وقريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.